إلى حلقة جديدة من برنامج وينت. نستعرض معكم في حلقة اليوم أهم المواضيع التي غرد بها الكتاب، والبداية مع فقرة ويتويت. ننطلق بأول تغريدة لمحمد عبد الله الكميم الذي غرد حول الحكم الذي أصدرته ميليشيا الحوثي ويقضي بإعدام 16 شخص وسجن آخرون. يقول في تغريدته: جماعة الحوثي الفارسية الإرهابية المحتلة تحكم بالإعدام رميا بالرصاص على عدد 16 شخصا من أبناء محافظة صعدة، وأحكام أخرى بسجن 13 آخرين من نفس المحافظة لعشرة السنين، بعد أن وجهت لهم تهما ملفقة وكاذبة من بينها التخابر. محتلين وخونة يعملون مع إيران يعدمون أبناء الأرض بتهمة التخابر. وغردت سمية القاضي على تويتر معتبرة الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون ليست إلا تصفية لكل صوت حر ومعارض لسياسة الميليشيا. تقول في تغريدتها: أوامر الإعدام الحوثية في مناطق سيطرتها بحق أبناء صعدة تصفية لكل الأصوات الرافضة لها، وهو نفس الأسلوب والسلوك الإيراني عقب ما يسمى بثورة الخميني وما يمارسه نظام ولاية الفقيه في إيران اليوم. وهذه تغريدة أخرى لمحمد الكميم يتحدث فيها عن مدرسة تحولت جميع جدرانها إلى صور ملصقة لقتلى وجحافل الميليشيا الذين يلقون حتفهم في جبهات القتال. يقول في تغريدته: مدرسة في مناطق الاحتلال الحوثية الإيرانية الإرهابية يتم تشويهها بصريا بهذه المناظر، ولكأنك في مقبرة بدل تعليق صور الطلاب المتفوقين ونشاطاتهم وإظهار مستقبل اليمن وأهمية التعليم بأقلام طلابها. هذه المدرسة تم تفريغها من مهمتها الرئيسية كمركز تنوير وتعليم وحياة ومستقبل، وتحولت مركز للموت. وترى هدى الصراري من وجهة نظرها أن هذه المدرسة التي حولها الحوثيون إلى معرض لصور قتلاها دليل قاطع على أن لا مشروع بيد ميليشيات الحوثي سوى مشاريع الموت والدمار. تقول في تغريدتها: معرض الصور هذا دليل كافي ووافي لمن ليس في رأسه ذرة يقين أن ميليشيات الحوثي رعاة موت ولا شيء سوى الموت والجحيم. في الوضع الطبيعي هذه المدرسة يفترض أن تعج بالحياة من طلاب ومدرسين، وصفوف تملأها الأصوات والضحكات والعلم، لم يبقى منهم سوى الصور وذكريات مأساوية. أما عبد الكريم المدي فغرد عن حالة الإجرام والقمع والانتهاكات الحاصلة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وما يتعرض له المدنيون من اعتداءات يومية على يد جحافلها. يقول في تغريدته: الإجرام الحوثي فاق لغة النقد والإدانة والبيانات الإنسانية يهينها هذا التنظيم العنصري في اليمن. أكثر السلطات قمعا للشعوب في العالم لم تجرم بحق المواطنين مثل ما تجرم الحوثية بحق شعبنا اليمني. تنهب راتبك وتكمم فمك، تختطفك وتهين عائلتك. الحوثي يقتل اليمنيين ويريدهم أن يقاتلوا عن قاتلهم. هذا وأمام هذه القوة الاستعمارية البغيضة التي لا تعيش إلا على إذلال اليمنيين، فالبلاد تحتاج إلى هبة شعبية لإزالة ودحر الميليشيا من كل منطقة في اليمن. يقول نجيب غلاب في هذا السياق: لن يخرج اليمن من وضعه المأساوي ما لم يتمكن أبناؤه من التحرر من الحوثية، فهي أعلى تجلي للاستعمار الداخلي وسرطان يعتاج على إذلال وإضعاف اليمني كمواطن وكهوية ودولة. ولن يستقر اليمن ويأمن ويتقدم وينتعش إنسانه بالحياة ما لم يحرر من كهنوتها الجشع ومواجهتها الخيار الذي سيتبناه كل يمني حر. وعن مرتبات الموظفين المنقطعة منذ بداية الحرب، وكيف اهتال الموظف اليمني سواء كان مدرس أو أكاديمي أو دكتور، بل تساوى الجميع في حالة القمع والاستهداف. يقول رشاد الصوفي في هذا السياق:
الحوثيون قطعوا رواتب الموظفين 8 أعوام، خلوا دكاترة الجامعات مقاوته، والمدرسين يبيعوا بيض بالشارع، باعوا الموظفين ما تحتهم وما فوقهم عشان يضعموا أبنائهم. أصبح الموظفين غارقين في الديون، وحكومة الحوثي تطلب من الموظفين الآن إقرار بالذمة المالية. الجميع يرى بأن ميليشيا الحوثي تشن حربا شرسة على اليمنيين من أجل طمعها بالسلطة، ومستعدة بأن تضحي بالشعب اليمني من أجل الحكم والاستفراد به، يقول عبد الكريم عمران في هذا السياق. حرب اليمن ليست مجرد حرب يشنها طامعون بالسلطة، إنها حرب إلغاء واجتثاث وجودي تشنها جماعة سلالية استعلائية تعتقد أنها الأحق بهذه الأرض وما فيها من أهلها، تسعى بشتى الوسائل لقلع اليمني من جذوره إنسان ودين وهوية وسلطان وحق وأملاك، لتحل مكانه وتستوطن أرضه وتحكمه وتستأثر بكل شيء دونه. وهذه تغريدة لهزاع البيل أشار فيها إلى حكم الشهيد علي عبد الله صالح أيامه، يقول فيها: نختلف أو نتفق بشخص عفاش إلا أنه أعظم سياسي حكم اليمن حتى اليوم مع كل أخطاء الرجل. وفي هذا السياق انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل كبير في السن يقارن الوضع الحالي مع الوضع أيام الرئيس علي عبد الله صالح رحمة الله دخشاه، ولكن بطريقة كوميدية وساخرة. قال عفاش ما في خير، عفاش ما فيش خير، قال صح انه ما في خير، انه كان مستهتر، انه كان يصلح مدارس ويدي رواتب ويضيفر هكذا وهكذا وطرق ومدري ايش وذا، والغاز كان بسبب 600 ريال، ما هذا رجل مسبع مربع يسري يعبي غاز ولا مرو ولا ذا ب 600 ريال، سبت كون انا على الماشي تبغى غاز، يعني زعما تقول 20 لتر، ما تقدر تزوعها ولا تقدر تحضرها ولا تقدر تتحملها. اليوم نعمه بتعامل لها، يعني زعما تقول تبغى غاز يوما ثلاث وبعدين يعبوا 10 لتر وبعدها ضرب قصه كذا، يعني زي ما تقول برجلك وسارت للمذبخ، كذي داري تتنهوت المذبخ. هذا كان تعب، تعمل القبع ساعة هذا والجنب الضخم والسيارة الفخمة وتدخل محطة تعبي ب 1500، طب ما هذا الخزا هذا خزا هذا خزا هذا بهدلة بالله، ب 30 ب 25000 30000 يكون لك كيف كيف؟ قال لك بس ده كان مستهتر حقيقي، كانوا ما في خير. القمامة ما جت من قمامة زاعوها العمال حقها البلدية، زاعتها زاعتها ناس برش، هذا بيخلوها يعني تختمر وذا قمامة حقك تشمها ذا تدري ان انت يعني بتاكل وانك بالقمامة وانك هذاك ولا شيء، ولا كان احنا بناكل شيء ولا حاجة في الشارع. هذا القراطس والقماقم وذا نحس ان احنا بنصرف بناكل بنذرة تختمر والجيفة هذا تطلع يعني تشمها يعني تذرة انك عوادم ساعنا، ما هو هذا كده غير كان يمكنها غير ذا، والمدرس يصير يدرس ب 100000 80000 على 26 نهار. اليوم تركوا الناس لا ثلاث ثلاث 30000 هاي غير الدكارة، ياكل له 15 ويوفر له 15 واشتري يوفر واشتري الارض، الارض في 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 الزقاق ب 30 مليون. هذا كان فعله وقت علي عبد الله صالح في الشارع الكبير هذا الشارع العام ب 500000، يو 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 هذا هذا العم 30 مليون في الزقاق كذلك حلوه. قال لك ماشي، زي الذي بيقول قال هو ما في خير علي عبد الله صالح، مشتاق رحمه على قولوا رحمك الله، قالوا يا تدحتان عين بالرحمة. وإلى إيران، حيث غرد محمد جميح عن عدد القتلى الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات الإيرانية، يقول في تغريدته: منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصاً، بينهم 63 طفلاً و32 امرأة،
فيما يواجه 39 متظاهرا خطر الإعدام، منهم 6 قد يتم إعدامهم في أي لحظة. أما محمد الظبياني فغرد عن ما تقوم به ميليشيا إيران في المنطقة، يقول في تغريدته: كانت إيران قبل أشهر تقابل الموقف السعودي اللين لفض قواعد الاشتباك والتوتر برعونة واستعلاء، تستقوي بأذرعها الميليشياوية في اليمن والعراق، متخذة من تلك الأدوات وسيلة للعدوان والإرهاب، وبعد أن أحاطت غضبه الشعب الإيراني بعمق نظام الملالي في عقر داره، تحاول استجداء لقاء أو جزء منه. إلى فقرة ويوتيوب. من يوتيوب اخترنا لكم هذا الفيديو الذي حاز على ملايين المشاهدات خلال أيام، وهو لأغرب الحيوانات التي يمكن أن يراها الإنسان في حياته. نتابع. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين في أمان الله.